تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، كشفت الهيئة العامة للرياضة النقاب عن تفاصيل مبادرة سموها المخصصة للفئات العمرية تحت مسمى دوري خالد بن حمد لجيل الذهب. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة العامة للرياضة بحضور سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والأندية المعنيين بالمبادرة. وعبر سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر عن جزيل شكره وامتنانه لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب على دعمه المستمر للقطاع الرياضي، موضحا أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤى سموه واستراتيجيات المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإلى الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نيابة عن الأسرة الرياضية في المملكة على اهتمام سموه ورعايته لقطاع الفئات العمرية، بالإضافة إلى توجيهات سموه لإطلاق هذه المبادرة التي ستساهم في صقل المواهب وبناء قاعدة قوية قادرة على المنافسة على أعلى المستويات خلال السنوات القليلة المقبلة. وتم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن تفاصيل المبادرة وشعارها، حيث أشار الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر إلى أن دوري خالد بن حمد لجيل الذهب في نسخته الأولى سيشمل على مشاركة 7 اتحادات رياضية، وهي التي تملك دوري منتظم للفئات العمرية، على أن تقتصر هذه المبادرة على الفئة الأصغر سنا من الجنسين، مبينا بأن الرياضات تتمثل في كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة بالنسبة للألعاب الجماعية، بالإضافة إلى كرة الطاولة وألعاب القوى والدراجات فيما يخص الألعاب الفردية. وأكد عسكر أنه بناء على توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، فقد تم تخصيص جوائز مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة الدوري ولصاحبي المركزين الأول والثاني في مسابقة الكأس، إلى جانب تكريم أفضل لاعب في كل مباراة. تم إطلاق مبادرة سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد لجيل الذهب حتى يتم الاهتمام والاعتناء بالفئات العمرية، ونحاول نبرز هذه المواهب حتى يتم التركيز عليها وتسليط الضوء عليها. وأيضا هذه المبادرة اهتمت بالأندية حتى يتم العمل معها كشريك أساسي في اكتشاف هذه المواهب وضخها في الدوريات المحلية. مثل ما نتعرف بأن هذه المبادرة كنا نحتاج منذ فترة طويلة، لأن هي راح تهتم بفئة أصغر فئة موجودة في كل دوري. كثير من اللاعبين البروز الإعلامي ممكن يساعدهم في أنهم يعني يحققون ذاتهم، وأيضا يكونون جاهزين بموهبتهم لخدمة الرياضة البحرينية. نشكر سمو الشيخ خالد بن حمد على هاي المبادرة الطيبة. طبعا هي في الأساس مبادرة نوعية أثلجت صدورنا، التفاتة جدا طيبة إلى فئة هي تعتبر من أهم الفئات بالنسبة إلى الرياضة في البحرين، الفئة العمرية الصغيرة. بالنسبة لنا كاتحاد اليد، احنا على طول يعني شكلنا لجنة خاصة من أعلى مستوى إلى استعداد للمشاركة في إنجاح هذه المبادرة. هناك لجنة عليا برئاسة سعادة رئيس الاتحاد، وأيضا تم تشكيل لجنة إعلامية خاصة لتغطية هذه البطولة أو هذه المبادرة وإنجاحها. أيضا تم اختيار أو تشكيل لجنة فنية مكونة من لاعبين سابقين لديهم خبرات، لديهم رؤية فنية عالية، يمتازون أيضا إلى الجانب الفني هو الجانب الأكاديمي، وهذا شيء مهم بالنسبة إلى لاعبين في المرحلة الصغيرة. عودنا سمو الشيخ خالد على إطلاق مثل هذه المبادرات، أكيد مبادرة تعتبر ذات عمق كبير، ذات فكر، ذات مضمون. نحن كإعلام اليوم بحريني جدا فخورين أن احنا اليوم ندعم مثل هذه المبادرات. سموه حرص على يعني فئة تعتبر الأهم، وهذا الأمر لربما يكون أول مرة في البحرين، وهم الأقل سنا، حرص على فئة الشباب الأشبال أو البراعم. أقدم جزيل الشكر وخالص امتناني إلى سمو الشيخ خالد بن حمد على هذه المبادرة الطيبة التي ستكون لها التأثير الكبير
وبشكل إيجابي على الاهتمام بالفئات السنية. ويعني كثير من الأندية تسخر بالعناصر يعني في الفئات السنية، وهذه يعني بيكون لها صدى وبشكل إيجابي على المنتخبات، لأن الأندية هي من تقدم إلى المنتخبات الفئات السنية. أول شيء نتقدم بالشكر على المبادرة الطيبة من سمو الشيخ خالد بن حمد، وهذه ليس بالغريب على أبو فيصل، دائما في مبادرات لتطوير الرياضة والرياضيين واهتمامه المستمر. انعكاسها طبعا احنا كنادي بديع انعكاسها علينا، فيها حوافز كثيرة وجوائز كثيرة، بنحاول نضع خطة لها، نستعين بالكوادر الموجودة عندنا لتطوير هذه الألعاب والإنجازات الجديدة فيها إن شاء الله.